ابراهيم لازم نذكر شيء يا جماعه لما فرقه مصريه تكسب بطوله إقليميه ها التقليل من هذه البطولات انت بتقلل من نفسك بتقلل من واقعك لما تيجي تقول النادي الاهلي مش عارف ايه وبطوله كاس العالم دي ايه وبطوله افريقيا دي ايه الله ما هو يعني ازاي يعني ان انا اقلل من واحد بيحقق بطولات بيتجاوزني فيها في الخارج وهنا انا بقول بطولات حتى لو الزمالك كسب بطوله الاهلي يجي يسفه له من هذه البطوله ما انت بتسفه من بطولاتك في الواقع <applause> هو اما تيجي آآ آآ يعني النهارده كل بطوله تكسبها انا كنادي اهلي بقى أو ما في البطولات اللي خدها المنافس بتاعي طب ما انت ما خدتهاش ليه <applause> انا بقى اهلي لو انا بعمل كده طب ما هيقول لي انت ما خدتهاش ليه اما هي سهله كده وبسيطه كده وبلاش قيمه كده صحيح كنت بتلعب ليه عشان تاخدها ليه وكنت متضايق ليه لما خسرتها فالكلام ده لما يطلع من الجماهير ناس بتسلي بعض بتغيظ بعض و... 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 وناس على فكره الجماهير لما بتعمل كده بيعملوها بلطف اه بدعابات بينهم وبين بعض وبيبقوا اللي متراهن على عشوه واللي متراهن على كلمه ولا على سينما ولا بينهم وبين بعض زي بيق... ما جبت لك عادل السنهوري انا امبارح <applause> <applause> انت عملت لي اعمال كتير بقى المهم يعني انما لما تبقى آه. اعلامي ومسؤول عن التنوير وتعمل كده لا انت هنا بقى هنا هنا يبقى الخطوره ولذلك علينا ان نفهم ما يحدث على ارض الواقع الان في سياقه السليم دعونا كلنا نبطل الحاجات دي عشان نقدر نمشي لقدام فعلا ونساعد انديتنا ونساعد جماهيرنا انت متخيل يا استاذ ابراهيم الجمهور شايل هم ايه دلوقتي مم. اللي بيخسر هو زعلان من الهزيمه او زعلان بس تخلص تاني يوم الصبح زعلان من تداعياتها تحفيله المعايره المعايره وتزييف بقى كل شيء آه. يعني تكسب بطوله تشولي عشر بطولات ماهو ازاي؟ ما هو يبقى انا مش عايز اخسر بطوله؟ ها؟ أه؟, <سؤال> اه يا استاذ عمرو مش عايز اخسر ولا بطوله لان عارف إيه, إيه, ايه يعني الاسلوب ده <سؤال> في الاحتفال انما خلينا لو بنحتفل كل حاجه في سياقها انا اكسب انت تكسب نقول لك جود لك خسران نقول له عملت اللي عليك ها؟ أه؟ وهارد لك حلوه كل الناس والله تعيش مبسوطه وتستمتع بالرياضه فعلا تستمتع بيها وفي نفس الوقت كل شيء يمشي طبيعي